المحاولة صدمي صدمي والكرة الآن في الوسط وجميل ميلا بلومي بلومي داخل قرب المقطع حاول يقذف مرات وهدف بعد تحضير جيد تحضير جيد هدف اول بعد 26 دقيقة من مناد هو الاخر يعرف يلعب بدون كرة ينسي روحه تلت بعض الدقائق ثم نجد في المكان المناسب وفي النقطة اللي تسمح له بالتسجيل او كما شفنا هنا في الدقيقة 26 هدف مقابل سيف ريدن ممتاز او منصوري لاتيني بين ولا يصبح كثير الكرة تبقى لصالح فريق يوفنتوس في الوسط وهدف التعادل بالفعل هدف التعادل بالتسجيل بونياك بعد 40 دقيقة خلاص بونياك يعدل النتيجة بعد تمريرة ذكية من اللاعب بلاتيني وبعد خطأ في استقبال الكرة من طرف المدافع الشاب صدمي لكن ما ننساش بأن هذا اللقاء هو لقاء تحضيري بالنسبة للمنتخب الوطني وضروري أن أخطاء ترتكب حيث العدد قليل من المقابلات لعبها لحد الساعة المنتخب الوطني في الشوط الثاني رمضيلي ثم لا ضايع خطيرة خطيرة هذه وبصعوبة وهدف ثاني وكانت الغلطة من اللاعب مغارية بدل من ان يبعد كرته حاول يمر الكرة تمريرة قصيرة ليغتنم الفرصة اللاعب فينيولا باش يعطي الكره وفي احد الفقاء اللي في الاخير دولي برانديلي برانديلي هو بامكانه نخلق معجزات الفريق الوطني الى جانب بلاتيني و وجيرس ممتازة لصالح الفريق الوطني داخل المنطقة 18 متر تروح الكرة وهدف ثاني هدف سجله اللاعب يحيى بعد اخذ ورد داخل منطقه 18 متر يسجل اللاعب يحيى وهكذا يعدل النتيجه في الدقيقه 11 من الشوط الثاني الدقيقه 11 من الشوط الثاني يعدل اللاعب يحيى النتيجه وتصبح النتيجه 2 مقابل 2 كانت لقطة جميلة يا حليم السجن فينيولا تغيير الجناح بونياك دقيقة من وسط الدفاع رغم خروج اللاعب من هذه هجمة لصالح الفريق الوطني فريق بلومي اللومي ماروك روك ميلا ميلا داخل المنطقة وهذا هدف الهدف الثالث يسجله اللاعب مغيشي اللاعب مغيشي اللي يدخل منذ تقريبا 30 ثانية يسجل الهدف الثالث وتصبح النتيجة 3-2 لصالح الفريق الوطني بعد مرور تقريبا 6 دقائق 11 دقيقة قبل انتهاء الشوط الثاني إذا النتيجة 3-2 كانت تمريرة ذكية من ماروك لمرر الكرة بين زوج لاعبين اللاعب مغيشي